السلام عليكم يا اسطير، معكم رائدة سبور في فيديو جديد. في دوام يا اسطير، اخيرا نزلت اللعبة بالتحديث 14.5 واخيرا لكن قبل ما نبدأ سووا لايك واشتركوا في زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد، واللي مشترك في القناة يشترك ويكتب لنا في التعليقات مشترك جديد. وكالعادة شوفوا جوكو وفيجيتا يرحبون بنا راقصين. اوكي، عندنا اول تغيير، طبعا هو هذه تغيير بسيط طفيف يعني شوية في اللوحة. اوكي شوفوا كيف الشجرة يعني. اوكي شوفوا الزين هناك لساته، لو ان المطور خلاه يفتح فمه كان احسن. ندخل على المتجر وبعده عيونكم فقط عن صفر كوينز اللي موجودة هنا، ويلا ندخل على المتجر من جديد. اوكي عندنا كريلين الصلعة مرحبة بنا، هذا احسن شيء. عندنا موت الروشي العادي، وعندنا بيكولو، والحمد لله المطور نطل في المتجر. اوكي لحظة، ايش هذه الشخصية؟ ما ادري ايش اسمها، بس صلعتها ما عجبتني يعني باختصار. الخانة 2 ما تغير شيء، بيض اوكي ما تغير شيء يعني كثيرة. هلا بيجوكو. كيف الحال؟ اوكي عندنا تحولات في جتة كلها، راح نستكشف التحديث اكثر في المرات القادمة. وعندنا مجموعة الصغيرين هنا، وعندنا زاماس هوني لساته محتفظة بكرامته والحمد لله، وعندنا برولي والله اعلم، وعندنا ريب ريان بوم بوم قذائف مدفعية. احس ان زايكو راح يكون في المتجر، بس اظن انه راح يكون في الاخيرة منطقي. اوكي شفتوا كيف اني جبتها عن جد. اوكي نشوف الثاني ما تغير شيء، بس احسن شيء يعجبني هو ان المطور نطر ريبريان هني. شوفوا كيف تعابير وجهه، استغفر الله العظيم. الحين ندخل على مود التحدي ونشوف الشخصيات اختلف فيها اي شيء. اوكي اوكي عندنا هني زايكو وجولدن سيل وما ادري ايش اسمه هذا، وعندنا بعض المربعات او الخانات انحذفت، وعندنا الخانة هني صارت اكبر لان ريبريان بالتحول الاول والثاني وسعوا امها بالصيغة، وعندنا هذه الخانة صارت اكبر وحطوا فيها هذا الحيوان استغفر الله، واضافوا لنا جرانولا. هذا جرانولا حافظ شكله من وقفته يعني. نشوف في شي جديد هني في الخانة، والله الظلال راح تعميني يا جماعة، ما اظن في شيء جديد لذا ما رح نطول. اوكي عندنا هذه الخانة اعطونا الاندرويد 17 و18 مجانية، وحطوا هني النادر الوحيد هو الاندرويد 16، وحتى انها كلها راح تكون من المتجر. وعندنا هني للاسف لحظة حذف تحولين للاندرويد 13، ايش القصة؟ ما ادري، بس عندنا هني خانة هاتشياكو وبرولي زيد وجانيمبا، ما ادري ايش قصتهم. وهذه الخانة حذفت منها مربعين هنا، ما ادري ليش. اوكي وهذه شخصية جديدة راح نجربها بعد شوي، بس هذا غير مهم الحين. الحين عندنا شخصية نابا يا حبيبي، وعندنا هني باردوك المطور، اهم شيء ان صلعة نابا لساتها تلمع حتى لو في الظلمات. وعندنا هنا التحولين الخاصين بيكولو اللي انا اصلا ما سربتهم، وعندنا هني هذا الظل ما يبشر بالخير نهائيا، وعندنا هني التحولين لموت الروشي، وهنا عندنا الاسطورة المتأثرة يا ماكشا، وهني عندنا كريلين وصلعته لساتها متفوقة. اوكي ندخل في شخصية سريعة كذا نجرب يعني. اوكي شوفوا ايش صار، لحظة في تغيير بسيط في الخانات. شوفوا وين المطور حرام علينا طل كيف لفيه الاولى، ونطل الاندرويد، وين راح الاندرويد؟ ما يهم. اوكي عندنا هني مورو وهيت بخمسين قتال، وهذول المعطلين الجماعة التحشيشية كذا. اوكي وعندنا جانيمبا واندرويد 13 ولا شيء، حط برولي سد هني ويز، وعندنا جوهان ارك مورو، ما يهم ما يهم ما يهم. عندنا باردك الاسطورة، شوفوا كيف الشعر بعشرين قتال، واظن انه حتى ما يستاهل انه يكون في مود التحدي. وعندنا التحول الثاني اللي ريبريان اللي ما اظن انها تستاهل 30 قتال حرفيا، واسحب كلامي هي تستاهله على الاقل، بس 50 قتال للاندرويد 16 وايش تقصد بامها هذه؟ وشوفوا اوه ماي جاد،
موت الرش، كيف هذه رقصة ولا شنو بالضبط؟ وعندنا هني التحول الثاني اللي بيكولو، واللي حتى ما يستاهل انه ينحط في موت التحدي. وعندنا جرانولا بخمسين قتال، الله اعلم هذه من علامات الساعة. وعندنا جوكو منضاف لنا بزي. نحاول نشوف ايش هي الشخصية السرية هذه. اوكي، حرفيا يا جماعة شخصية سرية وما درينا عنها، ونزل التحديث قبل يومين وانا كنت نايم ما شاء الله، جديا ما كنت نايم. هذه الحالة يعني اوكي، يعني الحالة مضبوطة، تراني ما كنت نايم، كان عندي مشاكل في النت. نشوف ضربة الكيبلاست. ضربة الكيبلاست مو سيئة كثير، بس هي تشبه حقة كوكو سوبر سايان جود. اوكي، عندنا الضربة الاولى هذه، يطلق هذه الكهرباء ما ادري ايش تسوي. اوكي، نجيب هذه لحظة، ضربة الكي بلاست توقف الخصم، يعني مثل كوكو سوبر سايان جود. المهم نشوف طريقة الصد عادية، يعني ما في اي شيء مميز. اوكي، نشوف الضربة الثانية ايش قصة الضربة الثانية، ويعطينا شعاع خرافي كذا مرة مرة بيض، يعني يقصف جبهاتهم واحد واحد، بس هذا غير مهم للتو. الحين نشوف ايش هي القصة الموجودة هنا. اوكي، مضبوطة شوي، يعني احسن حقة في جد طلعت احسن حرفيا. اول شي خلونا نطلع من هنا هذا المكان. اوكي، احسن ان انضافت حلبة جديدة، راح نشوف اذا كانت انضافت حلبة جديدة، ان شاء الله تكون انضافت، يعني من زمان ما المطور اضاف حلبات جديدة. ندخل في شخصية سريعة كذا مثلا، والله حتى التحول الأول الخاص بالأندرويد 21 خلاه مجاني، وفروست وشخصيات كثيرة، حتى ديسبو شفتوا كيف؟ أوكي، في البداية عندنا هذه الخانة ما تطور أي شيء، وهني ما تطور، وهني واو انضافت حلبة جديدة. خلونا نشوف إيش ميزاتها، أحسن إنها حلبة جبال. هل المطور يحسب إنه في الشتاء؟ لحظة، حنا في الشتاء، يعني هذا له علاقة في اللعبة. اوكي، شوفوا هذه الشخصية، لحظة، الحلبة مو الشخصية. اوكي، خلونا في البداية نحسب مساحة الحلبة، هذه مكانها. اوكي، الحين نروح للجهة الثانية، والله الجهة الثانية بعيدة عن جد. نشوف طول الحلبة، طول الحلبة يوصل لهني، يعني مكان واجد مرتفع ويناسب للقتالات الجماعية. اهم شيء ليش؟ لانه هذا المكان عن جد يناسب قتالات جماعية حرفيا. جرب الكينجتاما هني، الكينجتاما خرافية عن جد. ولكن الشيء اللي صدمني عن جد هو ان المطور لما اضاف هذه الحاجات ما ادري ايش اسمها، خلى دم الشخصية في البداية كان يطلع لك الدم هني، بس الحين طلع يطلع لك هني، يعني والله فرق كبير. تحس هذه لحظة لما تسوي ضربة تطلع لك هالة، يعني شوفوا يعني مثلا كيف لما سويت الضربة الثانية والأولى، شوفوا كيف في الضربة الأولى عندنا ايش اسمه هذا، تطلع منها مؤثرات زرقاء، والضربة الثانية مؤثرات حمراء. شفتوا يعني كيف إضافات خرافية عن جد. أوكي، أحسن كينج تاما صار دمجها أحسن بشوي. راح نشوف باقي الأشياء في الفيديوهات القادمة، لأني لساتي ما فتحت شيء، ولكن راح أحاول أفتح بسرعة، صراحة مؤثرات خرافية. أوكي، الأهم الحين يا أساطير، وصلني نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. وكالعادة كان معكم رايدت سبور، ودمتم في رعاية الله، وبعد عيونكم عن الصفر كوينز، وادعوا لربكم.